النبي عليه السلام يقول كلوا الزيت وادينوا به فانه مشاجره مباركه. ايه هو الزيت؟ زيت الزيتون. طيب زيت الزيتون عظيم، كلام جميل، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. اشمعنا طور سيناء؟ تنبت من أي حتة؟ أكيد المنطقة دي فيها سر. خلاص؟ طيب كلوا الزيت وادهنوا به. ادهنوا به يعني إيه؟ يعني ادهن على شعرك، ها؟ ادهن على جلدك كذا كذا. موضوع الدهان في عصرنا ده مش مظبوط. ليه؟ مين ده اللي هيدهن رجليه ويدهن ايديه ويدهن شعره؟ مع ان الرسول كان بيدهن، ولا ايه رايكم؟ احنا بقى ما بندهنش الا اذا ايدين قشفت، بقى في قشف، ها؟ بقى في مشكله جلديه، ها؟ بندهن لما يكون واحد عنده ألم شديد فيضطر يدهن، صح؟ انما انا جاي كويس كده واقعد ادهن؟ انما النبي قال عليه الصلاه والسلام كلوا الزيت وادهنوا به فانه مشاجر في مباركه. ودايما احنا حاطين الحديث بتخريجه وتصحيحه ونقلينه منين علشان ما حدش يجي تلاك انت جايب الحديث ده منين، انتوا بتقولوا مش كده ولا ايه؟ فلازم طابعينه كده عشان الناس ما تقولهاش جبتوه منين. غير الرسول قال العجوه من الجنه وفيها شفاء من السم. احنا قلنا الحديث اللي قبلها من تصبح بكام؟ وفي روايه من تصبح بثلاث تمرات لم يصبه في ذلك اليوم ايه؟ سم ولا سحر. اقلب طبعا، خلي ده في بيتك. اقول لكم على سر، المؤمن بيته لا يخلو من ثلاث، في ثلاث حاجات اساسيه. ايه هما؟ عسل نحل وتمر وليمون او زبادي. برافو عليك. لا وليمون وزبادي ولبن رايب. اوعى بيتك يخلو من ده. تحب ربنا لازم عندك عسل نحل في البيت، ها؟ لازم عندك، ها، تمر لازم، ولازم عندك زيت زيتون، وعندك لبن رايب، وعندك ليمون. بيتك ما فيهوش ليمون يبقى انت ما عندكش حاجه تعالج بيها. لسه واحنا جايين بنتكلم فبنقول ايه؟ في طفل صغير، المفروض الطفل ده لسه عنده ست شهور مثلا ولا كده، نطحن له او نسلق تفاحه ونحطها له وياكلها بالمعلقه. ايه تاني بدل التفاح؟ ايه بدل التفاح؟ ها؟ موزه. ممكن، ها، بس التفاح اخف. موزه ماشي. ايه تاني؟ كانتالوب. الولد بيرضى اديله كانتالوب، ما اديله فاصوليا، ها؟ تمر مثلا. ممكن التمر، بس التمر نقطعه حتت صغيره ونحطه في الزبادي. ما ينفعش تدي الواد بلح كده وتمر وتدي له بلح يظبطها اتنين تلاته تلاقيهم منزلهم لك كلهم في الحمام. وانت عارف ان اسنان الرضيع اذا اكتملت اكتملت العصارات الهاضمه. لسه هو سنه سنتين مفيش عصارات سيادتك، يبقى الاكل هتديهوله انت عارف انه يعمل ايه؟ هينزله في الاخراج. شاطر، وضحت؟ انما زي التفاحايه جزرايه وبصلايه، البصلايه احلى في الفوائد العلميه من التفاح. يعني ممكن انا اسلقها له نص سوا كده واقطعها له واديها له، اه، ويروح نايم بقى، نايم نايم عميق. البصل منوم محترم. لو انا دكتور جوده مش عارف انام، اخش اجيب بصلايه حلوه كده اقطعها اربع تربع احطها تغلي خمس دقايق، شويه كمون شويه ملح، واكلها انام، امتصت الغازات والالم وفيها منوم. عارف يقول لك في بطنه بطيخه صيفي؟ لا، في بطنه بصله. مين؟ يعني الواحد مش بياكل وينام، حركة ايدينا كده. ما هو مش بياكل وينام لو الاكل دسم، صلى على النبي. لو انا واكل كفته ولحمه ومكرونه واكل دسم ما ينفعش اكل وانام. لكن انا اكلت كوبايه زبادي، ده هي هاضمه بتهضم نفسها. اكلت شويه سلطه خضراء، خس وجرجير وجزر. وانا ساعات ما بتعشاش غير ده. يا اما طبق زبادي يا اما طبق سلطه خضراء. اتفصت احط عليها تفاحيه بس. ده تفاصه كده. فاللي انا عايز اقول لك عليه ان ده أكل يحتاج إنه يكتم على مراوح أهلك ويخنق قلبك. إنما في ناس ما بتحبش تاكل الأكل الدسم، ومكرونة بالبشاميل وحتة بسبوسة وكنافة وكيكة، وتعدمني لو ما أكلت الكيكة، وكل ده يطبع على مراوح قلبك ويقوم قاعد بالليل. مين ده اللي بيعمل كده؟ أنت تعرف حد بياكل أكل دسم وينام؟ والرسول قال أوعوا تعملوا كده. لا تأكلوا الطعام اللي هو الدسم وتناموا عليه فتقسو قلوبكم.
قسوة القلب يعني بيسموها أثيروسكليروزس. طيب إن خير أكحالكم الإسم ديجلو البصر وينبت الشعر. ده كان زمان بقى، كان عندنا كحل زمان وإحنا في بداية الدعوة في الثمانينات، كنا نكتحل. أنا دكتور جودة كنت بكتحل، حط كحل، ولما كانت عينيا توجعنا نحط إيه؟ كحل. والكحل كان نوعين، كحل إيه؟ بارد بتاع الزينة بقى بتاع الزواق، وكحل إيه؟ حامي. كحل الحامي ده بقى بينزل دموع ويجلو البصر ويشيل الإحمرار وينبت الجفون وكذا وكذا. طبعا مع الأيام وتدور الأيام وتعدي الأيام وبقى عندنا أي لاينر، فالستات رمت الكحل ورمت الفجل ورمت العجل ورمت كل حاجة وجابت أي لاينر، فبقت تحط على الرموش أي لاينر. إيه الأي لاينر؟ مادة كيميائية بتعمل التهابات في العين وتوقع الرموش وفي الآخر تبقى أرعى، أرعى من فوق أرعى من تحت. فاللي أنا عايز أقول لك إن خير أكحالكم الأسمد يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا لو انت جيت تكلم اقول لك ايه التخلف ده؟ فين بيوت التجميل؟ بيوتي سنتر. انت يا دكتور جوده هتفهم اكتر من بيوتي سنتر؟ طبعا اكتر منه 20,000 مره. طيب لا يوجد نص طبي ولا نص شرعي بيقول الناس كلها تاكل قد بعض. ليه؟ ليه الناس ما تاكلش قد بعض؟ ها؟ لان الناس مختلفين في الاحجام. عشان كده ربنا ما حددش. ها تاكل كام رغيف في الوجبه؟ كام رغيف؟ ما حددش. ليه ما حددش؟ لان الناس مختلفه في الحجم، مختلفه في الوظيفه. ها ناكل كام وجبه في الرغيف في الـ في الـ في الـ ناكل كام رغيف في الوجبه؟ حسب الانسان وامعائه. ناكل كام مره في اليوم؟ كم مرة في اليوم ناكل؟ ولا مرتين ولا مرة، كل واحد ياكل على حسب حاجته. واللي بعلق له محاليل ده اعمل له ايه؟ اذا انسان ياكل على قدر عمله. واحدة نايمة ليل نهار وقاعدة في بيته، ما تاكل ثلاث وجبات ليه؟ لا في ناس عندها بقى افطار وغداء وعشاء. واحد تاني يقول لك ايه؟ كل افطارك واعطي نصف غدائك لصديق وتبرع بعشائك كله، يرحم امك. ايه الكلام الاهبل ده؟ افطر ملكا وتغدى فقيرا وتعشى شحاتا. فانا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يعني انا عايز اقوله ان الانسان في عدد مرات طعامه وفي كميه طعامه حسب شغله وعمله وحاجته. خلاص انا واحد من الناس بيكفيني وجبه واحده، هي وجبه من الساعه 1 2 بس، الصبحيه بشرب حاجه دافيه، بالليل باكل طبق سلطه خضراء او زبادي بس، هو ده. وضحت؟ في ناس تانية ما شاء الله بتشتغل وبتتعب بتموت في شغلها، لو قلت له زبدية وبتاع يقول لي انا ليه هحلف عليها دي ولا ايه؟ محتاج ياكل. فاللي انا عايز اقوله ان النبي عليه الصلاه والسلام عد الحديث ده، ما ملأ ابن ادم وعاء شرب من بطني بحسب ابن ادم لقيمات ان يقمن صلبه، فان كان لا محاله فعل لازم ياكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ايه الكلام ده؟ الترتيب بقى، صلى على النبي. لما ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال وكلوا ايه؟ في ناس قاعده تاكل بياكل لقمه وبقه ميه، ياكل لقمه وكوبايه مش ياكل لقمه، ده ما يرضيش ربنا. ربنا قال وكلوا واشربوا، ثلث لطعامه، وبعدين ثلث لشرابه، وبعدين ثلث لنفسي. يعني ايه؟ يعني انا باكل ثلاث اطباق، اكلت طبق صغير بس. طب والتلت التاني شربت حاجه سخنه. والتلت التالت فاضي للنفس، مش في الرئه، في المعده. المعده تلتها هواء. والهواء ضروري لحركه الامعاء والمعده. فضغط الهواء هو اللي بيمشي الفضلات. والانسان العاقل لما بيجي يخش الحمام بيبقى فيه ريح غازات اسمها بدايه الاخراج، والانسان العاقل في ريح اسمه نهايه الاخراج. اللي مش فاهم حاجه خالص لا عارف ده بتاع ايه ولا ده بتاع ايه. فالغازات مهمه جدا، لكن واحد يجي يقول لي الغازات الغازات الغازات، ما الغازات دي لها وظائف، هو مش عارف الغازات دي بتعمل ايه.